تحياتي لكل السادة المشاهدين واهلا بيكم مفقرة جديده من برنامج الاطباء. عايز تحرج اي سيده او اي بنوته، مش بنوته هنقول سيده، اي سيده هتقول لها انت عمرك كام؟ طبعا سؤال محرج جدا، الست بتتضايق جدا من الاجابه على السؤال ده وما بتحبش تجاوب عليها. طب ايه رايكم لو قلت لكم ان النهارده هحل لكم المشكله دي، والنهارده هتقولي سنك بمنتهى الثقه وعندك كتير جدا من الاجابات اللي انت اجاوب على عمري. ايه يعني اخبي عمري؟ ليه اخبيه؟ العمر ده في البطاقه بس، يعني سنك في البطاقه، يعني معنى كده ان كل ما هتكوني اكبر كل ما هتكوني احلى. المعادله صعبه بس اللي هيحلها معانا هو صانع الجمال وهو ضيفي منورني دكتور ايمن حلمي، استشاري جراحه التجميل وزراعه الشعر الرياض ودبي، رئيس قسم التجميل بالمستشفى العسكري الرياض سابقا. اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بيكم وشكرا لكم على الاستضافه. دكتور انا عايز اسال حضرتك الاول، هل انا اللي بطلب اني اشد وشي ولا وشي هو اللي بيطلب ان هو محتاج عمليه شد الوجه؟ اجابه سهله. في السابق كنا ما نحتاج نسال عن عمر الست لان نقدر نحكم على العمر بسهوله. الان تغيرت اشياء كثيره، جراحه التجميل وفن التجميل ما تقدر تحكمي على عمر الست بسهوله، نحتاج البطاقة عشان نعرف عمرها. الملامح الآن صار سهل أن نستعيد ملامح شبابنا، صار سهل أن نحافظ على ملامحنا الجميلة من غير أي تدخل جراحي مبكر. إذا تغيرت الأمور أو تغيرت الترهلات بشكل كبير نحتاج إلى تدخل جراحي. إذا الوحدة اللي تطالع في المراية كل يوم وتقول أنا هذا مو عاجبني هذا مو عاجبني، معناها وجهها بيطلب جراحة تجميل. اللي مرتاحة ومبسوطة وما عندها أي مشاكل، إذا تأخر الحاجة لهذا الشيء. ولكن مقولة الدائمة حافظي على الموجود قبل أن تتمني أن يعود، هذا بالنسبة للجمال. طب هل في سيدة ممكن تيجي لحضرتك تقول لك إيه رأيك في وشي يا دكتور، محتاج أن أنا أشد أو لا؟ هذا الشيء وارد كثير جدا، ومعظمهم بيجوا بيقولوا دكتور أنا في أشياء معينة ما هي عجبتني، ما أعطتني عمر أكبر من عمري، ما أعطتني شكل مرهق، وبالتالي هذه الحالة معناها تحتاج إلى تدخل أما جراحي أو لا جراحي حسب درجة الترهل في الوجه اللي عندها. طب لو هنتكلم يا دكتور على اللي احنا نختار الطريقة اللي هي الجراحية، هيستمر معانا قد إيه؟ أي سيدة هتقرر إن هي تعمل عملية جراحية في وشها تشده، هتستمر معاها قد إيه المدة؟ المعدل النتائج تستمر حوالي 5 إلى 10 سنوات. بيعتمد على عدة أشياء، نوع الجلد، الترهلات اللي حصلت، قوة العملية، يعني هل الدكتور سوى لها عملية بسيطة أو عملية كاملة، محافظة ما بعد العمليات، التشميس، حمام الشمس، هذا من أكثر الأشياء اللي تدمر البشرة وخاصة الوجه، التدخين بكثافة، قلة النوم، هذه الأشياء كلها مهما سوينا شد وجه راح تأثر سلبياً على النتائج وديمومتها. طيب الدكتور عايزة بقى أسألك على مشكلة كبيرة جداً أو في لغط ما بين الناس لما بيقولوا عندي في ترهل في الرقبة أو في عندي سمنة في الرقبة، هل في فرق ما بينهم ولا الاثنين زي بعض؟ ما في شك، احنا عامة في جراحة التجميل لما يكون في ترهل معناها جلد فاضي كان ممتلئ سابقا زي بعد النحف بشكل كبير. يعني مثلا لما يكون ماسكين الجلد بهذا الشكل ونلاقيه فاضي ولكنه مترهل، هذا اسمه ترهلات الرقبة. ولكن لما يكون عندنا امتلاء تحت منطقة الذقن، المنطقة مليانة دهون، هذه اسمها السمنة في منطقة الرقبة تحديدا. طبعا هذه لها علاج وهذه لها علاج، بيعتمد على عدة عوامل، نوع الجلد، كمية الدهون اللي حنسحبها، العمر، هل في عمليات تمت سابقا والنتيجة أساسا بسبب ترهلات حصلت بعد شفط. يعني مثلا من حوالي سنتين طلعت موضة كل الدكاترة كل الستات كله يشفط الرقبة يشفط الرقبة بشكل صار أصبح كأنه يعني عادي، بقت حاجة عادية جدا. كثير جدا منهم الآن بعد مرور السنة الأولى بيرجع بيقول يا ليتنا ما شفطنا، لأنه صار عندهم المنطقة صحيح أنها صغيرة ولكن أول ما يلف يمين أو يلف يسار بيطلع عندهم هنا الثنيات زيادة عن اللزوم. ليش؟ لأنه كان أساسا جلدهم محتاج شد وشفط في نفس اليوم، أو أن الدكتور شفط زيادة عن اللزوم ففي الواقع فرغ الجلد كله من الدهون وبالتالي اصبح جلد فارغ وبالتالي اصبح جلد مترهل. احنا معانا صور كمان يا دكتور، عايزين حضرتك توضح لنا عليها اكتر. نعم اهلا. مثلا اللي على يمين المشاهد هي عباره عن جلد مترهل، جلد فاضي، لكن اللي على يسار المشاهد هو جلد
عبارة عن سمين، يعني نشوف قديش كمية الدهون جدا كبيرة. في هذه الحالات اللي هي على اليسار لابد يتم الشفط والشد في نفس اللحظة، في نفس اليوم بنفس العملية، اللي هو الجرح الشد اللي يكون من قدامه وراء الإذن، عشان كل الجلد اللي باقي فاضي هنا ما يعطي صفة الترهل بل يعطي صفة الأصغر سنة. طيب هل في سن معين يا دكتور ممكن نقدر نقول إن السن ده محتاج شد للوجه ولا ما بيحتاجش لسن؟ في الواقع ترهلات أو الشيخوخة بصفة عامة ما لها أمر، ما هي عبارة عن ستوب ووتش بهذا العمر في هذا العمر. يعني على سبيل المثال لو أخذنا 10 سيدات في عمر 40 مو معناها أنه كل واحدة فيهم حيترهل فيها نفس ملامحها. لو نشوف الصورة اللي على اليسار بنت الساعة صغيرة، على يمين المشاهد هذه واحدة كبيرة في السن، بس مو معناها أنه في هذا العمر جميع السيدات حيصير عندهم نفس مشكلة الترهل. لذلك العمر كعمر ما يعني شيء أبدا بالنسبة للترهلات. الترهلات تتبع نمط الحياة، نوع الجلد، التشميس زيادة عن اللزوم. يعني أحد أكثر ملامح تزعج الأنثى في وجهها لما يصير أسفل الوجه هنا عبارة عن مربع، المفروض يكون وجه هذا من هنا أشبه بالمثلث. الأول ما هذول بيبينوا، طبعا هذه صورة مبالغة فيها، إحنا بنحطينها كذا عشان المشاهد يفهم الرسالة، لكن هذه هي من أسوأ النتائج اللي تحصل بعد الشيخوخة. في هذه الحالات الوحدة مضطرة إلى عملية عشان تأخذ نتيجة ممتازة، أما تقول لي أسوي أشياء أقل من كذا ما راح تأخذ نتيجة ممتازة. يعني كده الوجه بيقول أنا دلوقتي محتاج أعمل عملية، محتاج تأخذ عملية. ودي الدبل تشين يا دكتور اللي هي اللي احنا نتكلم عليها برضو. أيوة الآن نشوف مثلا السيدة هذه اللي على يسار المشاهد أتسوى لها شفط بدون شد، لو نشوف النتيجة كيف، كأنها عبارة عن جلد مترهل، بالعكس صارت أكبر عمرا. الجهة الثانية يتسوى لها شد عشان نصلح العملية الثالثة، ولو ما سوينا الشد بهذه الدرجة حيصير في عندنا ترهلات أسوأ وأسوأ، وتعطي إيحاء بكبر العمر، بتعطي إيحاء الترهلات اللي بسبب فقدان وزن، وبتعطي إيحاء حتى بكرمشة الجلد الواحد كلنا ما نبغى نشوفها. طب احنا اتكلمنا يا دكتور دلوقتي على الطرق الجراحية، طب والطرق الغير جراحية اللي هي أي سيدة بترفض الجراحة؟ اللي بترفض الجراحة لابد نعرف أي الدرجة. إذا كان درجة مبكرة في طرق كثيرة، حقن البوتلايم توكسين سواء بوتوكس أو ديسبورت، حقن البلازما لتنشيط تحفيز الكولاجين، حقن ترطيب البشرة، الخيوط بأنواع مختلفة كثيرة، وأجهزة الهايفو. نعطي نبذة مختصرة سريعة، الهايفو هي تقنية اسمها هاي انتنسيتي فوكست التراساوند، في منها أجهزة كثيرة أسماء كثيرة، ولكن تقنية الهايفو تعتمد على موجات صوتية بتسبب حرارة تحت الجلد بدون ما تحرق سطح الجلد، وبهذه الحالة تنكمش الطبقات العميقة وتصير في شد. طبعا هذه التقنية للأسف في ناس كثير يقول لك ما بتشتغل الهايفو، لابد أن يشتغل الجهاز على أقوى باور، لابد طبقة الجلد تتعالج في 3 أعماق، لابد تتحط الجرعة العادية. يعني مثلا في العيادة عندي أنا بحط في الوجه الواحد ما بين 800 إلى 1200 نبضة في الجلسة، لما أسمعهم بيقولوا دكتور ما فادتني، عند عيادة ثانية طب كم نبضة سويتي، بتقول لي سويت 50 70 200 نبضة. ما يمكن 50 200 نبضة هذه لا يمكن تعطي أي نتيجة ولا يمكن توصل لهذه الدرجة. الهايفو، أجهزة الهايفو بصفة عامة لها تسميات مختلفة، أجهزة كثير، إذا تمت 3 أعماق، إذا تمت بعدد نبضات ممتازة، إذا تمت بالباور العالي، في معظم الأحيان بتعطي نتائج فورية وبتستمر نتائجها حوالي 8 شهور. طب حضرتك بتنصح يا دكتور احنا دلوقتي اتكلمنا على الغير جراحيه، بتنصح بالجراحيه ولا الغير جراحيه، ولا الحاله هي اللي تتطلب ان نعمل دلوقتي جراحه او غير جراحه؟ الحالات الشديده ما ينفع تسوي الا اللي هي الجراحيه. الحالات اللي جدا خفيفه لا، تلحق نفسها الوحده بالاشياء الجراحيه الغير جراحيه اللي ذكرناها قبل شويه. الحالات اللي في الوسط تعتمد هي ايش تبغى النتيجه، تبغى نتيجه او 8 شهور سنه تعمل اشياء لا جراحيه، ولكن تبغى نتيجة من بدري تسوي العملية الجراحية. ميزة العملية الجراحية أنه بدل ما يصير في ترهلات شديدة بعدين تسترجع شبابها، فهذه الحالة يكون أفضل، لأنه بدل ما تصير عندها ترهلات والناس كلها تلاحظ هذا الشيء بعدين تسترجعها من جديد، يصير في تفاوت في مرحلة الجمال. أما إذا سوت عملية الجراحة من بدري احنا كمان نتيجة. معنا الصورة دلوقتي يا دكتور، حضرتك اشرح لنا عليها اكثر. نعم، لذلك عمليات شد الوجه تختلف الجروح حقتها اللي هي بالخط الابيض او الخط الازرق حسب شدة الترهلات.
اذا الترهلات خفيفه، اذا الترهلات متوسطه، اذا الترهلات كبيره، فبنختار شكل الجرح. عشان كذا لما يقول لك دكتور انا ابغى جرح كذا، لا، ما هو المريض اللي تختار الجرح، الدكتور هو اللي بيحدد. درجه الارتخاء هي اللي تفرض على الدكتور انه يسوي الشغل صح بالجرح الكامل حسب درجه الارتخاء هذه. طب احنا كمان معنا الصوره دي كمان يا دكتور، حضرتك اشرح لنا عليها. هذه هي الحاله، هذه هي الطريقه المثاليه لشد الوجه الكامل، اللي يشد الوجه، يشد الرقبه، يحدد الحنك، بيرفع الوجنتين اللي فوق، وبيعالج الخطوط اللي خطوط الحزن اللي جنب الفم والشفايف والانف. هذه الحاله المثاليه. للاسف اذا المريضه قالت والله يا دكتور انا ما ابغى جروح كبيره، الدكتور بيقول لها طب اسوي لك نص الجرح، تطلع النتيجه نص نص، لا هي مبسوطه ولا الدكتور سوى الشغل كامل. فافضل حاجه اذا الدكتور قال لك سوي العمليه الكامله، ارضخ للامر وسوي العمليه كامله عشان تاخذ نتيجه كامله. طيب الدكتور عايزين نتكلم برضو، احنا عرفنا دلوقتي المده قد ايه في العمليات الجراحيه، طب ولو طريقه غير جراحيه بتستمر معها قد ايه؟ حدودها سنه، لانه انت لا تنسي انك انت ما بترفعي الوجه بالكامل، انت بس يعني بتكمشي طبقه احد الطبقات، بترخي العضلات اللي بتنتج هذا الشيء، لذلك هذه نتائجها ما تتجاوز السنه. لكن اذا واحده رافضه العمليه نهائيا، ما يمنع انها تسوي كل سنه هذه الجلسات بحيث تاخر او تبطئ علامات الشيخوخه على المدى البعيد. طيب كلنا عارفين كل سنه بيحصل في موضه جديده، موضه في اللبس، موضه في الشعر، موضه في اللانسز، كل حاجه. كمان بقت في موضه للجمال، الخيوط دي تكنيك جديد وتقنيه جديده جدا بنستخدمها دلوقتي في التجميل. بنعمل ايه بالخيوط يا دكتور؟ بس تسمحي لي اختلف معاك على الهواء؟ ليه طيب؟ الخيوط ما هي موضه. ليه؟ دلوقتي كل واحده دلوقتي يا دكتور عايزه تعمل الخيوط. لا، الخيوط شيء جديد. اذا استخدم صح الخيوط وجدت وحتبقى وحتستمر وفي تحسن مستمر. لذلك الخيوط شيء صحيح ومستمر وحتستمر نتائجها اكثر واكثر. الان زمان كانت هي نوعين من الخيوط شد الوجه فقط، يا نوع يذوب يا نوع بلاستيك ودائم. الان انا في العياده عندي ما لا يقل عن 12 نوع من انواع الخيوط، لكل منطقه في الوجه لها نوع مختلف. هذا تطور فظيع صار في طب التجميل وتاخير الشيخوخه وعلاج الشيخوخه المبكره. الموضه اللي هي تنطفي بعد سنه بعد سنتين، الخيوط ما راح تنطفي، هذه حتكمل وحتاخذ جزء كبير، حتريح مرضى كثيرين من العمليات مؤقتا، او حتقنع المريضه انها بالفعل هذا شيء حلو وجميل واسوي العمليه وخلاص. طيب حضرتك قلت ان في انواع كثيره قوي للخيوط. نعم. يعني كان عندنا نوعين بس، بقى دلوقتي عندنا عدد كبير. صح. يعني معنى كده ان انا ممكن اعمل مناطق ثانيه غير الوجه بالخيوط اشدها؟ الان في عندنا خيوط للحواجب، في خيوط للوجنتين، في خيوط للانف، في خيوط لتحديد الانف، في خيوط محدده للحنك، في خيوط للرقبه، في خيوط، هذه احلى من احلى شيء يعني خبر جديد، في خيوط فقط نزرعها تحت الجلد بدون ما تسوي شد في تلك اللحظة، ولكن مفعولها إنتاج كولاجين جديد فبيعمل شد البشرة بعد نهاية الشهر الأول والثاني والثالث. هذه مش هدفها أن هي تشد بهذا الشكل في تلك اللحظة. لا. أنت بس بتزرعي خيوط بتحطيها، فهي بتدعم الجلد وبتخلي الجلد أحسن قساوة وبتحفز كولاجين جديد بعد فترة من الفترات. طب اي سيده دلوقتي بتتفرج علينا يا دكتور هتقول لحضرتك طب قول لي ايه الطرق اللي ممكن امنع بيها ان يكون في عندي ترهلات في الوجه او في الرقبه، في طريقه اللي احنا نمنع بيها الترهلات دي؟ هو من الناحيه الماديه الحمد لله ما في شيء يمنع، ولكن في اشياء كثيره تبطئ. عدم التشميس، عدم التدخين، النوم الكفايه، الاهتمام بالبشره، اذا كان امكانيتها تستخدم كريمات ممتازه، ممكن تحط خيوط مبكره بحيث انها تاخر اللجوء الى البشره، تستخدم تقنيه الهايفو، تستخدم الديرمارول او الرول بن، هذه الاشياء كلها تاخر، لكن ما في شيء يمنع، لانه شيخوخه البشره حاصله حاصله، لكن احنا نقدر نبطئها بالطرق اللي ذكرتها قبل شويه. طب وايه راي حضرتك في المقوله اللي هي تقول ان انا لما اوطي كده بتفرج على تليفون او اي حاجه بتاثر على الرقبه وبتعمل ترهلات للرقبه، دي صحيحه؟ هي صحيحه بس في حاجه واحده، انها تزود عمق الخطوط اللي بالعرض. لكن في الواقع ما راح تخلي الجلد ينزل عنه. اللي ينزل الجلد ينزل اما مع العمر او مع فقدان وزن كثير، او اذا كانت المريضه تسوى لها شفط قبل كذا وصار في عندها ترهلات بسبب شفط زياده عن اللزوم.
طب سريعا يا دكتور، احنا لاحظنا ان اهتمام حضرتك بالمؤتمرات جدا، حضرتك بتحضر كل المؤتمرات يمكن العالميه، ايه سبب وجودك في كل المؤتمرات دي؟ جراحه التجميل عامه والاطباء بصفه عامه زي البرايه، كل فتره المرسم لازم تبريه من جديد عشان يكتب بحرفنا، فلازم الدكتور اللي يبغى يحرص على احسن اساليب التجميل يحضر المؤتمرات العالميه، سواء يشارك بإلقاء محاضرات او يستمع كانه طالب طب من اول يوم لاحدث التقنيات اللي موجوده في العالم. شكرا لك يا دكتور، نورتنا. بشكر الدكتور ضيفي ومنورني وهو صانع الجمال دكتور ايمن حلمي، استشاري جراحه التجميل وزراعه الشعر الرياض ودبي. شكرا لك يا دكتور، نورتنا. اهلا وسهلا بك. وبشكر كل الساده المشاهدين وانتظر كل جديد في الاطباء.